اختيار لأنه اختيار نقاط الاختناق انتقائي لو استراتيجي؟ لا طبعا، شلون انتقائي؟ أولا اللي ساهم بالموضوع في اختيار نقاط الاختناق دراسة شاملة أجرتها الوزارة وأمانة بغداد والمرور العامة، وتم مراقبة بغداد بالستلايت لمدة أسبوع كامل، وبعدين النقاط اللي أشرها الستلايت تم وضع بها كاميرات مراقبة إلكترونية تسوينا عد للسيارات بكل اتجاه، وهذه أدخلت إلى برامج هندسية خاصة، وتم اقتراح تصاميم وتم اقتراح التصميم الأفضل. أما مسألة اللي يقول بها فساد، خليه يتفضل اللي يقول بها فساد يجي يشوفنا وين الفساد، شنو وجه الفساد اللي بيه. أعتقد إن إذا كانت عملية تعاقدية صارت في العراق بشفافية فهذه ما أقول أفضلها على الإطلاق، لكن أقول واحدة من أفضلها. راح أقول لك ليش الشبهات. أولا صار تداخل بين صلاحيات أمانة بغداد وصلاحية الوزارة، هاي مو من اختصاص أمانة بغداد؟ لا. شلون؟ إحنا اسمها وزارة إعمار، أي شيء بإعمار الحكومة تكلفنا به احنا نشتغله. لا لا هي هسه راح اجيك، اسمح لي. اثنين، بموجب القانون كل مؤسسات الدولة لها حق تفويض الاخرى في التنفيذ.